كان يعني هناك فترة وكان يعني نجنبه باش نكون مستعدين لأي يعني انتقال أمراض يعني للبلاد. السفر الدولي ما بين المغرب والعديد من بلدان شبه الجزيرة العربية، هناك أسفار يومية تتم خصوصا ما بين مطار الدار إلى مطارات المملكة العربية السعودية والمملكة العربية المتحدة. وهذه الأسفار يعني كانت زادت خصوصا يعني في موسم ديال العمرة في العربية السعودية وموسم ديال الحج. من خطط العمل الوطني التي اعتمدها وزارة الصحة تشمل مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، منها تعزيز مراجعة الجهادات جهاز التنفسي هذا. حنا عندنا يعني واحد سيستيم سورفيونس، واحد يعني كنهديو مجموعة ديال الأمراض التنفسية، إذا يعني غنشوفوا واش كاين هناك يعني من هذا من المصاعد، واش كاين واحد التبدل، واحد التغير يعني هذا المجموعة الأمراض اللي تأدي إلى الولايات. تعزيز الفحوصات الصحية في نقاط الدخول وخصوصا المطارات الجوية. وزارة الصحة في موضوع فيروس كورونا سرعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعلنت على وأخبرت جميع المواطنين والمواطنات الذين سبق لهم أداء مصاري تجديد هذا الموسم يعني سنة 2014 والذين لا يستطيعون أداء هذه الفريضة لسبب من الأسباب الصحية الواردة في وزارة الصحة لهم جوج اختيارات. الاختيار الأول إما بالعدول عن الحج واسترجاع مصاري المتوع، وهذا سيكون مطالبة قبل 30 يوليو من هذا الشهر، نهاية هذا الشهر 30 يوليو يكون مطالبة إلى المندوبية، ومندوبية الشؤون الإسلامية للجهة أخبرت كل المندوبيات الإقليمية بما في ذلك تازة تونة برسي، بمعنى أن الإخوان الحجاج اللي بغاو يرجعوا في المصاريف ديالهم يرجعوا على أساس أنهم يديروا واحد الالتزام طلب رجع المصاريف ويجلسوا في البلدية الجامعات بعد ويرجعوا للمندوبية. والتوجيه نحو التباس طريق التيسير، هذا الدين الحنيف مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن القواعد المؤصلة لمفهوم التيسير في شريعتنا المشقة تجلب التيسير، والحرج مرفوع والضرر يجب أن يزال. وإزالته بطبيعة الحال وفقا لهذه الرؤية الشرعية المرتبطة بواقع الناس هو أن نعمل جميعا على تنزيل هذه الرؤية الشرعية وهذه القواعد مستنبطة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الشريفة على واقع الناس. كيف؟ هو أن ننخرط باعتبارنا في الحقل الديني كخطباء ومرشدين ورعاة في أن نفهم أن مصلحة الأبدان مقدمة على مصلحة الأديان. المعلومة وهذا المرض أنا في رأيي
يعني مزيان مثلا قاعد يرجع لنا، ولكن ملي غيرجع للمغرب الله يعلم شحال غادي يعاني من الناس، العائله ديالو، الاباء ديالو، الام ديالو، الى اخره. هو المغرب في النهايه لطاف الاختيار ديالو، ولكن خصو يعرف جميع المخاطر على راسو وعلى العائله. هذا الشيء خصو التوعيه كبيره باش ياخذ القرار المناسب. الاجراءات هي اجراءات توعويه وتحسيسيه وكتهم خصوصا المعتبرين ذلك الحجاج المقبلين على العمره والحج، سواء قبل الذهاب الى الدار المقدسه ولا اثناء الاقامه في الدار المقدسه ولا بعد الرجوع للوطن. والاجراءات هي اجراءات عامه كما ذكرنا، بحال الاجراءات الوقايه من الانفلونزا. الحج هو صعيب باش تمشي عند المغرب ينشد يعني الدين ديالو، وتقول له والله اللي بعد عام ما تمشيش الحج صعيب باش تقول. نعلم انه في الدوله اللي جات يقولوا مثلا الناس اللي كبار السن، يعني كبار السن عندهم 75 عام 75 عام كل يشغل لي في المغرب اللي ممكن يقلع واحد السن باش ما يمشيش الحج. لكن أمام صعوبة على المستوى ديال الإقتصاد، وبالتالي يجب البحث عن جميع الوسائل واستعمال جميع الوسائل، الخطاب العلمي، الخطاب الديني، بالنسبة للتأثير ديال القرب ديال الأبناء، الأصدقاء، لا 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 وعلاش، يعني هاد الجملة اللي بدينا اليوم، هذه اليوم انطلاقة ديال هذا المعطى الثاني فيما يخص هو ضيق ديال الوقت. إذا كنت نتكلموا بالفعل أن آخر الأجل التي يريدون من الناس اللي يستطيعون أن يشجعوا بما يقولون لهم تمشي، وبالتالي عندنا آخر جوج ثلاث أسابيع باش يمكن هذا المشي كلها تم. ف ثالثا عنصر ثاني جديد هو أننا نتكلموا عن الناس اللي يمشي في حج 161 حالة، ولكن المعتبرين اللي خصنا نضيق عندنا المعطيات ديالهم، وبالتالي عندنا ضيق عندنا في الايام المقبله او اللي زارهم المغرب وممثلين ديال وزاره السياحه على اساس ايضا باش يواكبوا هذا، لان حتى المعتبرين حتى مراتبهم فعملي من الاقتراح اللي جات اولا بالنسبه ل 61 حاله اللي عندنا وعندنا التوزيع ديالها على مستوى الجامعات، كاين 18 جامعه اللي هي معنيه، شي جامعات 18 منها في التوزيع في 61 بالنسبه للسكن في العمر، ونوزع 18 جامعه على مستوى ديال الخطوات اللي هي في التوزيع، وبالتالي مع الجلسه في الساده المتفقين باش تكون هناك تحسيس مباشر. يعني نتأكدوا بأنه المعلومة وصلت لنا، نتأكدوا بأنه العائلة ديالهم والمنطقة ديالهم حتى هو عارف هذه سيستيماسيون إيليمات، يعني أباطير دو لو. دونك بالنسبة للسادة رجال السلطة، نوري بوزوان دان روتو، لأنه في هذيك الجهة احنا مشينا وقصنا به وقصنا به الإيكو ديالو ولا الأخت ديالو ولا كلام ولكن هاد الناس خصنا نعطيهم بالنسبة لهذوك المعطيات. راه كاين وزارة الصحة إلا في واحد النحو يتيح دي ديبلينا، دونك هاد لي ديبلينا خصهم نعطيهم لا سيفي، أن كونتيتي سيفيسي، كاين طويلة كيفهم كاع أولا اللي فيها شنو هو هاد الفيروس، هاد شحال ضرر، شنو هاد الفيروس، شنو هي الوقاية، إذا تا السيد لا قرر باش يمشي ولا السيد لا قرر باش تمشي ولا تمشي، كاين الوقاية، الوقاية ممكن يجمعوا 10 و15 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 و15
كان هذا فيما يخص التحسيس. العضويات الكل فيما يخص الإشكال، هذا نتكلم على الخطورة والأهمية. الحمد لله قريبا نجري. أنا ذكرته مثلا في يوم الثالث.